لو الحكاية فيها إن فيجو يجبروا على الجنسية الإسرائيلية. الوكالة اليهودية كانت تلعب دور خطير جدا إن هي بتهجر اليهود لإسرائيل رغما عنه، لدرجة إن هو رغم من الصورة الوردية اللي هما كانوا بيستعرضوها لهم جوه إسرائيل، أرض الله الجنة على الأرض، هنلاقي إن نسبة الهجرة من إسرائيل للخارج أكتر بكتير من الهجرة إلى إسرائيل. دي أزمة بتقع فيها الدولة العبرية، هم مش قادرين إن هم يحلوها، بس بيحاولوا إن هم يغطوا عليها إعلاميا. ويمكن في نقطة كمان مهمة، وهو إن أي يهودي خارج إسرائيل سواء كان أمريكي إيطالي روسي مغربي بياخد رقم أو الأي دي بتاعه بالذات في الولايات المتحدة محل إقامة جوه إسرائيل عشان يثبت وجوده في الأرض اليهودية ويثبت هويته في الأرض العبرية. يمكن يكون طول عمره ما زار إسرائيل ولا يعرف عنها أي حاجة، وعايش طول عمره في أمريكا، بس يبقى عنده هويتين، واحدة أمريكية بس موجود في بوسطن، والتانية موجود في حيفا، عنوان كامل في حيفا عشان يثبت هويته في المكان ده. دي نقطة خطيرة جدا كانت بتلعبها إسرائيل وما زالت بتلعبها تعاون مع الوكالات اليهودية جوه الولايات المتحدة.